السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كنقترح عليكم كوجبه بيتزا المدفونه، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش ديروا الاشتراك واعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. عندي 260 غرام ديال دقيق الفورص ممتاز، عندي كاس ديال الماء دافي قياس العنبه، نص كاس ديال الزيت النباتيه قياس العنبه، عندي معلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه كبيره مسوحه ديال الخميره ديال الخبز، حبيبات ولا معجونه ماشي مشكل، والملحه على حسب الخليط. هادشي اللي كاين في المقادير. العجين تيجي قطني رائع. نبداو على بركه الله في الاناء، نضيف لك الماء، زوينة العجين ضيعت يتخلط ساهل، نضيف الدقيق بشوية بشوية كيما عارفين راه الدقيق تختلف من دقيق لدقيق، كاين اللي تيشرب كاين اللي لا، المهم يكون خفيف. غندخل داك الدقيق بشويه بشويه، تندخلو كامل، راه هز ليا 260 غرام هاد العجين. المهم تيكون خفيف وما تيتلصقش في اليدين. كيما عارفين راه الدقيق تيختلف من دقيق لدقيق، المهم راه غتشوفوا القوام ديالو في الاخر. القوام ديالو رطب ما تيتلصقش في اليدين. شوفوا انا غطيت عليه، غنخليه ان شاء الله نص ساعه يرتاح يضاعف الحجم ديالو ونتلاقاو ان شاء الله. العجين ارتاح وضاعف الحجم ديالو، دابا غنفرغو من الهواء اللي فيه. غرش الدقيق كما تتشوفوا، وغنقسم العجين ديالي كره كبيره وكره صغيره كما تتشوفوا معايا. نحل هذا العجين على شكل دائري، نحط ليه القياس ديال المول ديالي اللي سبق ودهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق. صافي دابا قديتها، غندير فيها الحشو. بالنسبه للعمارة باش غنعمر ديك البيتزا المدفونه، عندي واحد البصله كبيره شلطتها، عندي زيتون مقطع، ممكن ديروا حتى الكحل وفلفله عندي الحمراء والخضراء، عندي واحد الحك ديال الطون
ديال الزيت او ممكن ديروا حتى ديال الطماطم ماشي مشكل. عندي واحد شويه ديال الفرماج كما تشوفوا معايا غنحكو، وصلصه ديال البيتزا ممكن ديروا اي صلصه تعجبكم، ممكن تزيدوا البيض مسلوق، ممكن ديروا هذا كاشير فرماج المثلث ولا المربع تقطعوا طريفات حتى هو تضيفوه، اي حاجه بغيتوا تعمروا بها البيتزا المدفونه ممكن ديروها. نبداو دابا في العجين ان شاء الله. كما تتشوفوا معايا البنات درت صوص طوماط، درت عليه البصله خضراء الفلفله الزيتون مقطع، ودابا تندير الطون، ممكن ديروا حتى الطون ديال المطيشه. غنضيف الزعتر، تقدروا ديروا الفرماج قطع ماشي مشكل، راه تيجي حتى هو زوين طريفات فيها اللي موجود في الطاب. حليت الكره ديالي الثانيه كما تشوفوا بالاستعانه بالدقيق، غندير لها هاد الجراره. كاينه طريقه ثانيه غتشوفوها معايا في الصور، حليتها دابا غنلوي على الدلاك ونحطها فوق بيتزا المدفونه ديالي، غنغطيها ونحيد لها الحواشي. غندهن البيتزا ديالي بيضة كاملة وشوية ديال الخل، والفران راني شاعله تيسخن على درجة حرارة 200، العافية من التحت حتى يطيب ليا من التحت عاد نشعل عليه من الفوق. هانتوما البنات الطريقة الثانية ديال البيتزا المدفونة. هاد البيتزا ديالي مدفونه بعد ما طابت كما تشوفوا محمره، كنتمنى تجربوها وغتعجبكم ان شاء الله وتولي معتمده عندكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.